ما كناش عارفين ان في دول هتضخ مليارات وتريليونات سيولة، على الرغم ان المصانع مقفولة والمواني مقفولة والدنيا مقفولة، والسيولة دي هيبقى ليها اثار. ما كناش عارفين ان الشركات البترول وشركات الشحن والنقل وخلافه اللي هيعمل خسائر هيبقى عاوز يعوض بعد كده. ما كناش عارفين ان الموجة التضخمية دي بعدها او السيولة دي مع اضطراب سلاسل الامداد بعد ما قامت البلاد وبدأت تتحرك هيعمل موجة تضخمية جديدة، والسياسات النقدية تتدخل برفع أسعار الفايدة، فيكون النتيجة الأموال تتحول من الأسواق الناشئة للأسواق اللي بقت أسعار الفايدة فيها عالية، وتكون النتيجة إن عملات الدول الناشئة تبدأ تعاني. 54 دولة أفريقية لم تنجو دولة منها من انخفاض قيمة عملتها. ما كناش عارفين إن أسعار البترول اللي ما كانش حد لاقي يشتريه أثناء الأزمة وكانوا بيقولوا بيتباع بالسالب إنها توصل يوم في يوم من الأيام تبقى $144 للبرميل. ما كناش عارفين إن طن القمح اللي كان بيتراوح $200-$240 للطن يتجاب $550 للطن عشان كله قافل. ما كناش عارفين ده كله، وما كناش عارفين إن في حرب هتقوم وهيكون أثرها مدمرة. لكن اللي حصل إن إحنا كنا عمالين بنأمل إن الكورونا تنتهي ويجي الفاكسين عشان نتعافى ونسترد عافيتنا ونكمل تاني،